بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله تعالى بنكمل أساسيات ريادة الأعمال. خلينا نتذكر هاي الصورة الموجودة أمامنا. شفنا شاب طموح هادف لكن بواجه صعوبات. اليوم إن شاء الله تعالى راح نكمل. حكينا عن عوامل ظهور رواد الأعمال، وكانت أول نقطة لوضوح العلاقة بين عملية التنمية وظهور رواد الأعمال، وجدنا أنها علاقة طردية. اليوم راح نكمل نحكي انه من عوامل ظهور برضو التطور والنمو وظهور رواد الاعمال، وشفنا على مر التاريخ انه مثل كنتلون وهو احد الاشخاص اللي قام في القرن 17 وكان فتى صغير ثم عمل مشاريع تجارية ومالية ناجحة جدا. طبعا انه ريادة الاعمال كمفهوم ممارسة ليست حديث، وانما هي فكر وممارسة واقعية منذ بدء البشرية، وان كان توثيقها في مهيون مناهج في مفاهيم مناهج لم يتم إلا حديثا. ومثال على ذلك كيف ظهر الحداد، النجار، البناء وغيره، حيث أنه وجدوا أن هناك فرصة لمجموعة من المهن وبالتالي تحقيق حاجات ورغبات المستهلكين. النقطة الثانية، طبعا يظهر هذا التطور النمو في ريادة الأعمال من خلال الجهود والحقائق التالية، ومن هذا تؤكد التجارب والنماذج الدولية في مختلف الدول والأنظمة الاقتصادية على أن ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال أصبحت من أهم محددات النمو الاقتصادي ورفع الكفاءة التنافسية. الاتفاق بين خبراء وممارسين في عملية التنمية على أن ريادة الأعمال هي خيار استراتيجي، وشفنا كيف أن اليابان وألمانيا وكوريا وماليزيا أدى هذا الاهتمام إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. تؤكد الدراسات العلمية التطبيقية بأكد على التطبيقية على أن ريادة الأعمال هي المنهج العلمي التطبيقي لتنمية مهارات الإبداع والابتكار. برضو التضخم ترهل الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، راح نشوف أنه بالفعل أنه يعني شوف على مستوى البلد أنه وزارة الأشغال بتحكي لك أنه في أكثر من 40% زيادة، الملكي الأردني تقريبا 30% زيادة. شفنا أنه على مستوى خطط الحكومة أنه راح تدمج مجموعة من المؤسسات الحكومية، وهذا دليل على وجود فائض من الموظفين. برضو أثبت التجارب العلمية أنه تحفيز الفتيات والنساء كان لهم دور كبير، وخصوصا في استثمار مهاراتهم وقدراتهم والعمل من خلال بيوت وحل مشكلة البطالة. ونأخذ مثال على هذا الأمر، صراحة كانت أم وثلاث أبناء دون خط الفقر صراحة من سكان الصلب، استغلت بيت قديم لها وحولته إلى مطعم سياحي تراثي. الآن وفود سياحية تزور من كل مكان، والجميل أنه كان في وفد ياباني أتى لهذا المشروع وكتب عنه بشكل جميل جدا ورائع. فوائد ريادة الأعمال، هون الشباب في فوائد ريادة الأعمال على منحيين، في فوائد على مستوى اللي هو الخاص أو الأفراد، وفي على مستوى العام. طبعا ليش؟ كان هو بسبب ظهور العولمة وزيادة البطالة في القطاع العام زي ما حكينا، زائد قضية اللي هو ما يسمى الترشيق في الشركات الكبيرة، أي التخلص من الحجم الزائد من العمالة والموظفين. شوف على مستوى الفوائد على مستوى الخاص اللي حكينا هي الفردي، أول شيء تحقيق الطموح الشخصي أي تحقيق الذات، وهي من أهم الحاجات وأعلاها بالنسبة للحاجات اللي كتب عنها إبراهام ماسلو اللي هي تحقيق الذات. برضو زيادة الدخل والأرباح، وبحكي لك أنه 9 أعشار رزق في التجارة والأعمال. التحرر من الوظيفة والقيود، أنه تعال الساعة 8 روح الساعة 3، أنت تأخرت أنت أجيت وما أجيت. برضو تنمية المواهب والإبداعات، طبعا كل الناس لها 9 أنواع أو من المحتمل أن يكون في إلها ذكاءات من بين 9 أنواع من الذكاءات، وربنا أكرمنا بهذه الذكاءات، وكل ذكاء له مجموعة من المواهب، وكل موهبة لها عمل في الحياة لكن بدك تستثمرها صح. في عندك التميز بإنجازات عظيمة، سبحان الله الإنسان لما يعمل أي شيء ولو كان بسيط بيفتخر بإنجازه. طبعا هذا الكلام بحاجة إلى عمل دؤوب متابر. وبرضه خلينا نرجع وياريت أنه تراجعوا نجوم العلوم، برنامج جميل جدا اسمه نجوم العلوم. برضه في فوائد على مستوى العام اللي هي زيادة النمو الاقتصادي، خلينا نشوف كوريا الجنوبية ماليزيا. برضه توفير فرص عمل، وشفنا قصة جاك ما اللي كان هدفه اللي هو توظيف 1 مليون صيني. برضه التنوع في مجالات خدمة المجتمع في معظم المجالات،
زيادة الكفاءة، وبرضه بالإضافة لزيادة الكفاءة وتحسين مستوى الإنتاجية مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية، برضه إحداث إبداع وتغيير في هيكل سوق العمل. وشفنا إنه ثورة الإنترنت اللي ظهرت يعني من فترة قصيرة أدت إلى تغيير جذري بالتجارة والتسويق الإلكتروني، وشفنا شركات نشأت وصارت عملاقة مثل شركة أمازون وبرضه موقع علي بابا. لكن بالمقابل في هنالك قيود تحديات، يعني صح في إيجابيات، لكن خلينا نكون إحنا عقلانيين، بالمقابل في هنالك مجموعة من المشاكل. ومن أكبر التحديات تواجه العالم في الوقت الحاضر ألا وهو موضوع البطالة، إلا أن رواد الأعمال يسارعون توفير حلول مواجهة تلك التحديات، وذلك بإنشاء أعمال مشروعات قابلة للتوسع والتي لديها القدرة على إيجاد فرص عمل جديدة. طبعا في من هذه التحديات عوامل داخلية داخل الشخص الرائد العمل، وفي عوامل خارجية تنشأ من احتكاك بالمحيط الخارجي. لكن بالأول الأخير رائد الأعمال يسعى إلى التكيف مع تلك التحديات، بنظر إليها بعقلانية وبتجاوزها وبضع الخطط الناجحة. خلينا نشوف أهم التحديات. أول شيء اللي هو الأفكار السلبية للأسف التي تشوش على الشخص الرائد، ومرات بتؤدي إلى الإحباط والفشل، وبالتالي بتحدث صراع داخلي، وبالتالي أنت بحاجة إنك تعيد التفكير بشكل معمق حتى إنك تتكيف وتتحدى هذه الأمر. الأمر الآخر هو ضغوط العمل. طبعا ضغوط العمل هو أمر طبيعي، ما في عمل إلا له ضغط، لكن في ضغوط اعتيادية، يعني طبيعة الدوام، الموظفين المحيطين فيه، لكن في مرات تكون ضغوط تؤدي إلى التوتر. هون المشكلة، الضغط العادي مرات يكون هو محفز لك، لكن مرات إذا كان بدرجة عالية جدا لا، هون مرات بتكون يعني بتؤدي إلى بعض المشاكل، ومرات مشاكل صحية. من القضايا اللي عدم استقرار الدخل المادي، وخاصة بالمرحلة الأولى، دير بالكم يعني هذا أمر طبيعي. المرحلة الأولى فيها تذبذب لأنه المنتجات تعيتك لسه جديدة، وفئة قليلة عرفت عنه وبحاجة إلى تحفيز حتى أنك تستقر في هذا الكلام، وبحاجة أنك تفهم هذا الموضوع حتى أنك تخرج من هذه المشكلة. في ساعات العمل الطويلة، العمل العادي 8 ساعات وبتروح، لكن صراحة بالعمل الريادي الجديد بيقتضي منك بالمراحل الأولى التعب والسهر، وهذا الكلام يعني صراحة بده مثابرة وصبر، لكن إذا إحنا بنعرف هذا الكلام من البداية إن شاء الله بنقدر نتحمله. الأمر الآخر اللي هو المعيق، المسؤولية كامل على عاتقه. طبعا بالمقابل إذا نجح كل العوائد لك، لكن لا سمح الله في حال إنه صار في عندك مشكلة راح أنت اللي تتحمل كامل المسؤولية. زائد آخر شيء هو وجود مخاطرة عالية، خاصة للذين في ظل الأمن الوظيفي. في بعض الناس ما بحبوش يخاطروا، لكن اللي دخلوا على هذا المجال شوف انه الدراسات والابحاث الامريكية اشارت انه نسبة خد ترتيب للمشاريع تفشل خلال اول سنتين، تخيل يعني اكثر من الثلث خلال اول سنتين، واكثر من نصف خلال 4 سنوات، وهذا الامر صراحة بحاجة الى خطة مناسبة للتعامل معها، واللي ان شاء الله تعالى راح نحكي عنها في الفصل السادس، حتى نستطيع انه نضع خطة محكمة من جوانب المالية التسويقية الإدارية والإنتاجية، بحيث انه ان شاء الله تعالى انه مشروعنا الريادي ينجح ويعطيه العافية.